من جريدة الأخبار نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد. وجاء المقال بعنوان رعب الكورونا وطريق الخلاص، وقالت: تابعت أول أمس صلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف، وشعرت بحزن كبير لخلو ساحة المسجد والكعبة المشرفة من الطائفين في باحتها والركع السجود، وكانت أول مرة أشاهد ساحة الكعبة بهذا الشكل، ودعوت الله أن يخلصنا من هذا الكابوس الذي يحاصرنا من كل اتجاه، وتمنيت أن يصدق كلام العلماء بقرب الخلاص منه مع ارتفاع حرارة الجو. فكما قالوا إن الفيروس يموت في درجة حرارة 30 مئوية، ومع السعودية كل الحق في تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وأن تشترط شهادة PCR لدخول الوافدين من أي دولة ظهر فيها كورونا. وفي إيطاليا ألغيت كل المهرجانات وأقيمت المباريات بدون جماهير، وألغيت العروض أكثر من 200 مسرحية في يوم واحد، وكذلك فعلت كوريا الجنوبية. أما مدينة يوهان الصينية التي انفجر فيها الوباء فقد تحولت إلى مدينة أشباح، وأغلقت المحال والمتاجر والمصانع، وبدت الشوارع خالية من المرة. وليس ذلك بغريب، فقد بلغ عدد الوفيات بهذا الفيروس اللعين 3400، منهم أكثر من 3000 في الصين وحدها حتى كتابة هذه السطور. وانتشر المرض واستفحل في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وشهدت بريطانيا أول حالة وفاة، واكتشفت ألمانيا 400 حالة إصابة، وتكتمل الصورة حينما تحمل الأنباء إصابة 21 شخصاً على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 15 حالة. وفي شفافية تامة يعلن بيان مشترك من مصر ومنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي عن إصابة 15 مصرياً بالفيروس اللعين، أعلنت عنهم وزيرة الصحة والسكان، التي أحيي شجاعتها وجرأتها وسفرها بنفسها لدراسة الموقف ودعم دولة الصين، والتي واجهت الخطر حتى قبل السفر، حينما قررت مصر في وقت مبكر من ظهور المرض سحب المصريين المقيمين في مدينة يوهان الصينية الذي بدأ منها انتشار الفيروس، ووفرت لهم العزل على أعلى مستويات العناية في مستشفى فائق التجهيز، واستقبلتهم الوزيرة مع فريق طبي على أعلى مستوى. الوزيرة الشجاعة أعلنت في البيان المشترك عن اكتشاف الحالات 15 على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل. وقالت إن من بينهم 12 حالة حاملة للفيروس بدون أي أعراض، وأن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما فترة حضانة المرض لمتابعتهم والاطمئنان عليهم. الاحتياط واجب، ولابد أن نتخذ جميعا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتنا، وألا يكون لدينا حالة من الفزع من المرض لدرجة توقف الحياة. فقد أكدت وزيرة الصحة بموضوعية وشفافية مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: أحيي مصر على شفافيتها وعلى جرأة وزيرتها، لكن يجب أن تكون هناك حملة من وزارة الصحة تنبه الناس إلى كيفية رفع المناعة حتى يظهر علاج أو لقاح للمرض، وحملة للتوعية بضرورة الالتزام بالنظافة العامة، فلا زالت أكوام القمامة في كل مكان تهدد حياتنا وصحتنا وتنشر الأمراض والفيروسات، ولا زال الناس يتعاملون معها بتراخ زائد، فطالما ظهرت حالات مصابة يجب عدم التهاون إطلاقا، لأن الميكروب يجتاح العالم
نحن نحتاج لتكثيف حملات التوعية في الشوارع ودراسة الوضع في المدارس. هل تأخذ إجازة كما فعلت العديد من الدول أم تستمر الدراسة؟ وقد سمعت أن الاتحاد الأوروبي قد علق كل الإيفنتات حتى أول أبريل القادم. هل هذا مرتبط بدرجة حرارة الجو؟ المهم اليقظة الشعبية وتضافر الجهود وعدم التهاون في مسألة النظافة الشخصية ورفع المناعة والسرعة الواجبة في الترتيبات. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.